اليوم فيه ما يكفيش. حنا بالنسبة للأقنعة رانا بتقرب في أسبوع قدمنا طلب لأصدقائنا الصينيين باش يعطونا عدد من الأقنعة الليغون بالنسبة للتاست إلى آخره. طرتوها أعطونا رزنامة نتاع اللي نستلموا بها إن شاء الله المواد شارينهم. فيه هيبات وفيه شيء اللي نشروه. أنا احنا طلبنا 100 مليون قفاز 100 مليون قناع بالصنفيه، طلبنا 30 ألف تست باش نشروها ماشي باش تهدى لنا، وطلبنا يعني كل ما يتعلق بما فيها اللباس الواقي نتاع الأطباء ونتاع الممرضين إلى آخره. عندنا اليوم دي ستوك، عندنا إلا استمرت الحالة وتفاقمت ربما لي ستوك هادو ما يكفوش، ولكن احنا نتوقع أن ابتداء من على 3 أيام 4 نبدأ نستلم.